ترى عملوا فينا ايه؟ مرحبا. اهلا. اهلين. شو كيفنا اليوم؟ الحمد لله تمام. اليوم وصلنا على أنتورك لنشوف سيلين لتخبرنا عن التحدي الجديد. كلكم تمام؟ يعني نص بنص. نص بنص. سارة تاني مرة بدائرة الخطر، شو عم بيصير معك يا سارة؟ ماني مبسوطة من النتيجة أبداً، يعني حاولت أقدم شغلة حاسة حالي ماني سارة، يعني اللي قدمت بعترف ماني سارة، مش راضية عليه أبداً أبداً. كتير كنت متضايقة وكنت عم فكر شو حيكون التحدي، هل حقدر أقدم لأحسن؟ بدي أعمل مرة هاي فيديو سارة، هي سارة بالفيديو، ما بدي أغير، هي أنا. شو يا مارلين؟ ما بعرف، يمكن هيك حسيت إنه فيني شوي هيك رخي عصابي واعمل فيديو هيك بطريقه كول وما حط كل تأليفي، وهي كانت النتيجه. بس بعتقد ما كان بيستاهل 38، يعني لو جايبه فيه بالخمسينات ايه، لانه يعني مو لدرجه ياخذ 38. يعني بعد ما جبت علامه واطيه تاكدت انه لازم صدق حدسي كل الوقت. هيدي عبره للي بجرب انه يرتاح ويقول انه انا كنت بالصداره، شو ما اعمل رح يحبه. هيدا النتيجة. الأسبوع الماضي ما كنت راضية عن النتيجة تاعي، فنتمنى هالأسبوع يكون تحدي يشبهني أكثر ويكون العمل أحسن. بدنا دايماً نعطي اللي أحسن، بدنا دايماً نصيب الموضوع اللي نحن عم نعطيكم إياه والتحدي تبع الأسبوع، وبدنا دايماً نقدم وين فينا نغير، وين فينا نحسن، ودايماً نعطي الأحسن. أوكي؟ أنا بالنسبة لي من أول برايم لحد الآن دا أتقدم، بس بيبي ستيبس، شوي شوي. يلا خبروني شوي شو متوقعين انه يكون التحدي تبع هذا الاسبوع. انا بتوقع انه ممكن يكون عن يوم السعاده العالمي. اوكي. انا عم بخمن يكون يوم اللغه العربيه العالمي. مش غلط ابدا، فصار عندنا سعاده وعندنا يوم اللغه العربيه العالمي. في حدا بعد عنده شي توقع؟ توقعت انه نابينج داي جاي، راح يصورون احنا نايمين ناخذ ناب، اتمنى هذا الشيء بس مع الاسف ما طلع النابينج داي. تحدي هذا الاسبوع هو بدكم توصفوا بلدكم بخمس اشياء مختلفه، كل واحد على طريقته، كل واحد بالفئه تبعيته. إذا سافر للسويد أنا على هيك. أنتي من اللاذقية، احكي على اللاذقية. انتبهوا للموضوع كتير منيح. أول ما قلت سنين تحدي حسيته عن جد هو تشالنج لألي، لأنه بدي أقدم يعني شيء يعني العالم ما بتعرفه عن لبنان. أنا ما حابة إنه أحكي عن بلدي بطريقة العالم فيها تفوت أيمتى ما بدها على جوجل وتقعد تعمل ريسيرش وتفتش عليهم. ما تاخدوها نيجاتيف وبوزيتيف، خمس اشياء مختلفة عن بعضها. ومن اول هنا بتيجي المشكلة. ايه محمود؟ هل انا المفروض ان انا مطالب مني اطلع اقول خمس حاجات سلبية واتريق على بلدي كده في الهواء؟ انا وين قلت لكم بدك تحكوا عن شيء سلبي؟ انا هطلع نكت وحاجة، يعني هقول الله مصر فيها شجر مثلا، ما اكيد ده مش طبيعي. صعب عليا ان انا اطلع كوميديا من السعادة طبعا، لان الكوميديا الناجحة من وجهة نظري لازم تكون هادفة، بتواجه قضايا سلبية وبطلع منها هدف في الاخر. محمود ما فينا كل ما اعطيكم تحدي يكون انت في عندك مشكله وكلنا بنحل. أيوة، كل التحديات ايجابيه، كل التحديات ايجابيه، وانا الفئه بتاعتي فئه مش ايجابيه. لا، مش كل التحديات ايجابيه، مش مزبوط هذا الشيء. اوكي، شو ساره؟ هلا انا بدي اسال، يعني مثلا العادات والتقاليد ممكن نحكي عنها، مثلا خمس اشياء مختلفه بتصير بفلسطين. بس عادات وتقاليد هي شغله. لا، ما في اكثر من شغله، عادات تقاليد خمس اشياء مختلفه. اذا حكيتي لنا عن العادات والتقاليد هيدا شغله، هي شغله واحده بتصير. مزبوط. اوكي. اول شيء ضيعت شوي كوني انا عايشه طول عمري بالسويد، ولا مره رحت فلسطين للاسف، فحلاقي الصعوبه انه كيف بدي اعرف. الهدف من وراء هذا الفيديو هو انه نتعرف على بلدكم، بس كل واحد بفئته. يعني زاهد بدك تحكي لنا عن فيزا، ما بدك تحكي لنا عن الرقص بالبلد عندك. صراحة تحدي خفيف أحسن من الأسبوع الفايت، وبأبدأ في البحث حالا، لأنه الأسبوع الفايت كنت بحاول أحشي فكرة بقوة، ما نفع الوضع. مزاج الفنان شوي صعب، ولسه ما طلعت أي فكرة ولا على بالي أي شيء، فإن شاء الله إنه بس أفكر وأرتاح شوي وإن شاء الله نقدر أطلع فكرة حلوة. وضحت الفكرة؟ وضحت. موفقين؟ شكرا. وبليز خلينا هذا الاسبوع نتفوق على حالنا ونقدم احسن شيء عنا. اوكي اوكي يلا يلا.
خلص اخذنا التحدي، وهلا اول شيء بدي اعمله اني بلش اعمل ريسيرش بشكل مش طبيعي، ولما الاقي المعلومات اللي انا بدي استخدمها صفي منها واعرف كيف اقدمها. بونجور، كيفكن؟ شو الأخبار؟ بونجور، اسمي ديما الشعار، أنا من سوريا من دمشق، وحابة أكون معكم اليوم هيك تقدر فيتكن شوي بالسبجكت تبعكم، هي أكتر إنه كيف فيني بقدم بلدي بعدة طرق يلي أنا من ضمن الدومين تبعي اللي هو الأكل. ديما هي الحدن المناسب يلي إجا اليوم لحتى ناخد شوي أفكار كيف فينا نحكي عن شيء خاصه ببلدنا بس كل واحد بفئته. أنا شيف وبلس بعمل فود كونسلتنسي، بدي حاول كمان أقدر ساعدكم إنه كيف الواحد فيه يكون إنفلونسر لبلده بطريقة بوزيتيف. مع إنه مجالها مختلف كلياً عن مجالي، بس برضو في تقارب بسيط لأنه السبور كمان دائماً بيدخل مع النيوتريشن، وكمان مرأة سورية فبيفرحني لما أشوف هيك أمثلة عن بلدي. عندي ميشن بحياتي اللي هو أرجل يعني الحلاوة تبع إنه سوريا وكل شيء من خلال المطبخ السوري، بلس عندي ميشن تانية اللي هو كل بلد بسافر عليها حاول يعني فوت على مطبخ البلد وأرجي أكتر يعني الأشياء بتفاصيل. فبروح أول شيء بدرس البلد، بقرأ كتير عنها، بقرأ عن الهيستوري، تاني شيء بطلع بزورها كسائحة، ودوماً بحاول شوف البلد بطريقة حلوة يعني وبالأشياء البوزيتيف والأشياء النقاط القوية تبع البلد. يعني حاعطيكم مثال يلي هو مثل وجودي اليوم بلبنان، بحاول إنه للعالم إنه الأكل اللبناني هو منه بس تبولة وحمص وفتوش، لا، إنه في كتير أشياء وهو بيختلف حسب المناطق. أنا عندي إيمان إنه كل بلد في إلها تأثير يعني بالثقافة تبعها، يعني بيست هو على الشيء على الهيستوري تبعها. كتير حبيت كيف إنه مطلع على تاريخ الأكل، على تاريخ الحضارات، وعم تعكس صورة حلوة لبلده ولسيدات بلده. هلا إمتى بلشت هذا المشن تبعي؟ صدق بلشته أكتر لما بلشت الحرب ببلدي بالشام. يعني اليوم انت ممكن تدمر كل شيء الا يعني شيء وحيد اللي هو الثقافه تبعنا، كل شيء موصول ببعضه، يعني الاكل هو ثقافه، يعني مثلا عن طريق كل شيء حضارات فاتت على المنطقه وهيك. فهي وحده كمان من المسجز اللي انا دوما بحاول عليه، فانه يعني طبختي حليب ماي الدركي لانه تمام 100% دوما في كتير كونفيوجن بالعالم، مثلا طب كباب الكرز هو أرمني ولا حلبي مدري شو. فأنا بحاول إنه أكتر نفوت على التفاصيل. هي حبابة وظريفة بس أنا ما بعرف شو صار لي، كتير انعسرت، فأنا شلت موبايلي بدي فيق شوي. يعني جنان، هاي جنان فما أدرك ما جنان. استغربت لقيتها قاعدة على التليفون، ما بعرف هل إن هي ما اهتمت للموضوع أو كانت مهموكة بالريسيرش. صرت أسمع الفويسات اللي جاييني وأخذوا لي كم صورة يعني لقطوها علي بال جرم المشهود، بس لا أنا ما كنت عم بسمع موسيقى، ما عم بسمع موسيقى، أنا كنت نص نايمة. اليوم نحن فينا نكون بني آدم عادي تمام، بس فيك تكون مختلف، يعني كل حدا بالدومين وبالباشن تبعه. أنا مثلاً كتير عالم بيقولوا لي إنه أنت شيف مثلاً، ما شكلك شيف، منك ناصحة، منك يعني ما بعرف شو هي صفات الشيف الواحد يكون شيف، بس بالنهاية هذا من جوا كمان هو باشن، وإنه يعني اليوم أنت كيف أنت بتظهر حالك وكيف بتحب حالك وبتآمن بحالك، كيف بتبيع الفكرة للعالم اللي قدامك. أنا فخورة كتير إنه تعرفت على ديما، فخورة كتير إنه فيك سيدات ناجحات واثقات بحالهم، فبتمنى لك كل التوفيق. هلأ كنصيحة أخيرة لإلكن، يعني هاي من ديما لإلكن، اليوم لما بده يكون أي حدا فينا يأثر بأي مجتمع، يعني أول شيء لازم يكون عندك إيمان بحالك، يعني تعرف أنت شو نقاط قوتك شو نقاط ضعفك، يكون في عندك كونسبت بحياتك معينة، وهذا الشيء اللي بيميز كل حدا فيكم. Good luck. Thank you. ديما ألهمتني إن أكون ناجحة مثلها وأوصلت ثقافة بلد فلسطين للعالم بطريقة حلوة كتير. هلو،
اسمي جيسيكا خديدة، انا لايف كوتش، وحساعدكم كيف تكونوا ريلي انفلوينسرز بالحياه، كل واحد حسب مجاله. مكونات النجاح الشخص مش بس يكون عنده مشروع ناجح من ناحيه الماده او من ناحيه المحتوى، بس كمان يكون عنده مشروع ناجح داخلي. اذا واحد ما اشتغل على حاله ما بيتقدم بالحياه. شخصيا انا كثير بحب الامور اللي خاصه بعلم النفس، وكثير بحب ناقش. اليوم رح نحكي كثير عن فن الاقناع، كيف نحن نكون ناس خلاقين بالمجتمع تبعنا، بس كمان نقنع بطريقه ايجابيه، مش بس لسبيل الاقناع. هذا الشيء كثير مفيد لنا. اول شيء بخلينا نتعرف اكثر على حالنا، بتخلينا نعرف شو نقط الضعف فينا وكيف نطورها وكيف فينا نغير بحالنا للاحسن. بدي اسالكم، وقت بتسمعوا كلمه فن الاقناع او شخص مقنع، شو بيجي اول فكره على راسكم؟ بيعرف يصيغ الكلام بطريقه حسب ثقافه الشخص اللي قدامه. صح، بده يكون باله كثير طويل حتى ياخذ كل وقته حتى يقنع الشخص بالحوار. بده كمان يحاول يفهم الشخص اللي بوجهه كيف بفكر، يحاول يعطيه شيء مش موجود عند الشخص الثاني. هلا حعلمكم شيء تقنيه، هذا بكل علم النفس بنتعلمها نحن. اول شيء التكنيك الريسيبروسيتي، يعني هي بالنسبه لخدمه الاخر. يعني وقت واحد نطلب منه شخص خدمه، تحصيل حاصل، هذا الشخص بحس حاله ملزم يساعدنا. هذه اول تقنيه نزركه للواحد، بس بطريقه شوي ايجابيه، منا كثير عاطله برهن الدراسات، لانه نحن بمفهومنا نحن بحياتنا الاجتماعيه مضطرين نجاوب على شيء خدمه، ان كانت مباشره او غير مباشره. تاني element scarcity، عملوا الدراسات وتحدا بيحكينا بده يجرب يقنعنا، إذا شكله حلو بصير يقنعنا زيادة، إن كان مرأة أو رجال. ثالث شيء الاثوريتي، يعني اذا شخص عنده سلطه علينا ولا لا. عم نحكي شخص كثير معروف بالمجتمع، يعني عنده نوع من السلطه، يعني وقت بيحكي بيطلع بالاعلام بنحس لازم نسمع له، لانه فرض حاله بالمجتمع من خلال انجازاته. كونسيستنسي، اهم شيء وقت تحكوا عن شيء بتحبوه رح يبين على وشكم، رح يبين بحديثكم، رح يبين بجسمكم، بتصير نحن عندنا قدره الاقناع احسن مما نكون نحن عم نسمع بس متيله. How to make people like، كيف منخلي الناس تحبنا بشكل عشوائي؟ بدنا قد ما فينا نبتسم، نفاجئ شيء إيجابي بشخصيتنا. عرفت فيه أشياء كيف تتخاطب مع الشخص، أو إذا كنت تبغى منه شيء كيف تتخاطب معه، يعني هذه الأشياء أنا أول مرة أعرفها. فانبسطت كثير إنه انبسطوا بهالتقنيات وقدروا هذا الشيء، ومبسوطين إنه حابين يطبقوها بشكل يومي بحياتهم. من أساليب كمان الإقناع في عنا شيء بنسميه active listening، يعني الإنصات الفعال. هلا بدنا نعمل مثل اختبار صغير، بدي حدا منكم ينقي مشكلة عنده إياها، بده يوقف هون بالنص، شاركنا الموضوع. هلا حوزي عليكم ورق، كل واحد منكم بنقي ورقه بشكل عشوائي، في ادوار بدكم تلعبوها، يعني يمكن تضطروا تاخذوا تسحبوا ورقه مش شخصيتكم. عملنا اختبار الشخصيات وانا اخذت دور الادفايزنج، كنت حدا اللي عم بنصحه لمحمود، عم بعطيه حلول. يعني كان الدور حقي انه الومه على الاشياء اللي هو جالس يسويها. انا المفروض عندي مشكله لاحظتها بشكل كبير جدا من اول ما جيت البرنامج هنا، وهي مشكله الفئه بتاعتي، هي فئه الكوميدي. احكي عنها. هلا ما انا لسه بحكي عنها، خلص كلامي بعد كده. لاحظت مشكلة كبيرة جدا أول ما جيت للبرنامج هنا، ألا وهي إن الناس واخدة فكرة عن الكوميديان إنه بهلوان. ماشي؟ ليش أنت مالك بهلوان؟ والله أنت فئة الكوميديا، طب ما تضحكنا كده، ما تقول لنا حاجة تضحكنا. كنت أخذ دور الشخص اللي بيتمسخر دائما وبيستهزئ بالآخرين. المشكلة يا راشد في الكوميديا إن هي معتمدة على المتلقي أكتر من المتحدث. أنا ممكن أقول نكتة بس فيك تبسطها أنت، يعني هي حيل، ويبقى لما هبسطها مش هتبقى بنفس القوة أو مش بنفس الضحكة بتاعت لو أنت فاهم معنى النكتة في الأساس. الجزئية الأخيرة حلوة لما نقوم من محمود وأعطوا كل واحد مننا دور بحيث إنه يناقش محمود عليه. ما بظنش باللي المشكلة فيك أنت، ماشي في ال بس كله في الآخر بيدور حواليا، ما هو هيبان إن أنت بتضحكي مستتقلة دم، رغم إن أنت مش مستتقلة دم، أنت ما عرفتيش تضحكي الضحك المطلوب منك في التصوير. كان حلو جدا إن أنت تبقى قاعد بتعرض المشكلة بتاعتك، وفي ناس كتير بتجسد شخصيات كتيرة موجودة في المجتمع كلهم مع بعض مرة واحدة، فبيعلم الواحد الاتزان شوية، إزاي يرد على الناس اللي بتتجاهله، إزاي يرد على الناس اللي بتتعمد ترخم عليه. الجو حلو، حبيت كتير إنه في أشخاص قدروا المواضيع اللي نحكى فيها. شكرا محمود، شاركنا المشكلة اللي عم تزعجك. هني على فكرة أخذوا كل واحد دور، ليه؟ لنشرح لكم انه في اشخاص مرات نحن تنقنعهم من نكون ايجابيه، يعني مش نجاوب مثل ما هن جاوبوا. هيدي الادوار نحن مرات تزعجنا، تخلينا نحن ما نقتنع شو ما قلنا بالحوار. جيسيكا خلتنا هيك شوي نتعرف على حالنا اكثر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم بوقت قصير، جربت اعطيكم قد ما في الاساليب الاقناع. كثير كان صفة مهم جدا، وكثير حبيت يعني الصف كله كان ممتاز بصراحه، لانه مهم جدا انك تعرف نقطه القوه والضعف في شخصيتك.
Hello everyone, اسمي أستريغ، أنا من لبنان. I'm a full-time travel blogger. صار لي تقريباً 3 سنين ونص مبلشة my blog. My blog name is The Jet Setter Diaries. قبل كنت موظفة، كنت كتير كتير حب السفر. دايماً إذا كان عندي long weekend تلاقوني على طيارة. صاروا كتير عالم أصحابي أو أصحاب أصحابي يدقولي يسألوني عن السفر، وين لازم يروحوا وشو لازم يعملوا. وكنت دايماً حابة لاقي حياة أقدر سافر فيه وقت بدي، مش بس وقت عندي vacation بالشغل. So قررت بلش البلوج، بعدين بلشت شوي شوي طلع مصاري من البلوج. اليوم جيت كرمال اتعرف على المشتركين واعطيهم شوي من الخبره تبعي، كيف انا بلشت وكيف كبرت وحولتها للبزنس تبعي. انا مقتنع كليا انه الواحد بيقدر يعيش كسوشيال ميديا انفلونسر، فهذا الشيء ما انه كان مفاجئ بالنسبه لي، بس انبسطت اني شفت انه في سوشيال ميديا انفلونسرز عرب عم بيعيشوا من وراء السوشيال ميديا. سو بلشت انا مينلي مع انستغرام، وانستغرام يلي اكشلي وصلتني لاقدر بلش اعمل مصاري اول فتره. اكثر تو كويشنز بيسالوني اياها العالم انه كيف بدنا نكبر بسرعه على انستغرام، ثاني سؤال كيف انت بتعملي مصاري؟ ما بيستوعبوا شو عم بعمل وكيف عم بعملها. سو تجاوب على اول سؤال، ما في شيء سحري فينا نعمله تنكبر على السوشيال ميديا. اول شيء دائما بقوله هو انه كونتنت از كينج، يعني هو الكونتنت تبعنا، if it's beautiful content، إذا صور حلوين، فيديوز حلوين، articles حلوين، automatically هيدي الأساس تبع كيف بدنا نكبر على social media. دغري لفتني طريقة تصويرها والألوان تبع صورها، فكتير استفدت منها أنه اليوم علمتني على أشياء فيني استخدمهم بصوري وعملهم editing حلو. أهم شيء إنه نبين شخصيتنا نحن in our blog. يعني في عالم بيجربوا يكونوا شخصية completely تانية على البلوج تبعهم، أو بيجربوا يقلدوا عالم وما بتزبط معهم، لأنه ليه العالم نحن بتابعونا بالنهاية كإنفلونسرز؟ لأنه بحبوا يشوفوا البيرسونال إكسبيرينس. وآخر شغلة أكيد هي in communication مع الفولورز تبعنا، يعني إذا حدا حط comment or like or بعت مسج وعم بيسأل question، مش إنه هيك نجاوب حيلا، هولي بالنهاية هولي our clients كأنه. سو كتير مهم عن جد من كل قلبنا نجاوب. محتوى تعب بزاف شباب، فعطتنا بزاف نصائح كان بزاف مفيد درس معها. نجي على موضوع الثاني يلي هو كيف نعمل مصاري. The thing is انه كل حدا بيقدر يعمل مصاري بكثير طرق. انا رح خبركم كيف بلشت actually. So لانه كنت مبلشة بانستغرام وصار عندي كثير فولورز على انستغرام، تقريبا بلشت باول كامبين بعد ما صار عندي 50,000 فولور. You mean like by campaign then you mean a strategy to approach company? Yes. Yeah, campaign يعني basically they paid me to put a post. Okay. It was the best day of my life. كثير حلو انه الانسان يوصل لمرحله بحياته انه يضطر العالم يدفعوا له ليعمل اشياء، انه يدفعوا لي لاكل، يدفعوا لي لسافر، حلوه، يمكن بكره بصيروا يدفعوا لي لنام مثلا، ما عندي مشكله. So صرت اعمل ليست اوف براندز اللي بقدر بوتنشلي اشتغل معهم، براندز نقيهم بقدر احطهم بالصور تبعي، واكيد حضرت لايك ميديا كيت وبرزنتيشن عن ماي بلوج على شو انا بركز وشو بعمل وين بروح، وصرت ابعتها للبراندز واعمل لهم بروبوزل كستمايز لهم، وبلشت شوي شوي اعمل مصاري من هول السبونسرز. صرت اعمل جروب تريبس على ماي فيفرت ديستنيشن، عملت هيك كونسبت جديد انه ترافل وذ ا بلوجر، اوكي؟ وحبوها كثير العالم لانه بحبوا يسافروا مع حدا اوريدي زايره هيدا المحل او شايفه. هل تتوجهي لشركات الطيران مثلا تقولي لهم اعملوا لي ديسكاونت؟ اول شيء وقت بلشت كنت اكثر شيء يطلع لي مثلا هوتيل ستيز فور فري وهيك، ايرلاينز صعبين شوي توصلي لهم. بعدين بلشت يعني بعد شيء تقريبا سنه ونص سنتين بلشت اشتغل مع ايرلاينز كمان. والطريقه الثالثه يلي هي ماي فيفورت ويب سايت، لانه الويب سايت فيه بوتنشل كثير كبير نطلع مصاري منها، بس تيصير عندنا ترافيك مضبوط اوتوماتيكلي من الادز فينا نبلش نطلع مصاري. From what I understood it's basically pennies on the website. يعني انا عندي ويب سايت بس I neglected it لانه I felt like okay it's صح، they are only cents ومنهم قيمة كبيرة، بس إذا بتحطهم بالطريقة الصح وبتشترك مع الكمباني الصح بيقدر يساعدك كيف تحط الأدز، فيك تطلع كثير مصاري منها. وضحت لنا أشياء ما كنا عارفينها من قبل، خصوصاً إنه كيف نسحب أتراكشن على الويب سايت تبعنا. أنت لما تنزلي صورة يو تاج بتحطي هاشتاجز، ولا كيف بتعلي الترافيك على صورك؟ اوكي، اول ما بلشت كنت استعمل كل 30 هاشتاج، بتعرفوا هيدا الليمت. سو في فتره طويله كنت استعمل كل 30، بس حاطهم از كومنت تحت كرمال ما يبين ان ماي كابشن بشعه.
وآي يوست تو تاج كثير اكونتس كرمال يطلع لي اكثر اكسبوجر، ودائما حط لوكيشن تاجز لانه كمان اتس ا واي سبيشلي خاصه بالترافل انه فور بيبل تو ديسكفر يو بيسيكلي. العالم بيفكروا انه البلوجينج هين بس هو كثير صعب، بنصحهم يكملوا لو كانت صعبه فيهم يحولوها من هوايه على شغل. انا نحب نكون كيما هي ديجا اليوم حمستني راني بديت قباله في الانستغرام تاعي باش نلحق لمين هي لحقت ان شاء الله. كثير انبسطت تعرفت عليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الصف، وثانك يو فيري ماتش.